بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو رقم 11 من سلسله البايو ستاتستكس 1. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على الاندبندنت تو سامبل تي تيست، الفيديو ده هنتكلم عن البيرد سامبلز تي تيست او تو سامبلز تي تيست برضو ولكن بيرد. احنا اتكلمنا كده بكل بساطه عن الوان سامبل تي تيست والتو سامبلز الاندبندنت. في الفيديو ده هنتكلم عن البيرد تي تيست. لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتشارك الفيديو مع الوسط العلمي بتاعك بدون مقدمات كتيرة. يلا بينا. البيرد سامبل تي تيست من اسمه كده بيرد، معناها تو جروبس، والتو جروبس دول بيرد. يعني ايه بيرد؟ يعني مرتبطين ببعض. طيب خلينا نشوف المثال اللي احنا شايفينه قدامنا ده. بيقول لك ان في ريسيرشر ستادينج ذا افكت اوف نيو دايت، هل في دايت معين بيأثر على الكوليسترول ليفل، على مستوى الكوليسترول. فالريسيرشر ده جمع الكوليسترول ليفل من 45 بيشنتس بيفور ذي ستارت ذا دايت اند افتر 8 اسابيع من الدايت. يعني هو الريسيرشر يبقى جمع 45 بيشنت، جمع الكوليسترول ليفل بيفور وافتر، بيفور ان هم يبداوا الدايت وافتر 8 اسابيع من الدايت بتاعهم. وبالتالي كده النال هايبوثيسيس بتاعتنا بتساوي ان المتوسط بيفور بيساوي المتوسط افتر، والالتيرناتيف هايبوثيسيس بتاعتنا هتساوي المتوسط بيفور لا يساوي المتوسط افتر. في شويه assumptions زي ما احنا تعودنا للتو سامبل تي تيست اللي هو البيرد. اول حاجه ان هو لازم تكون بيرد. يعني ايه لازم تكون بيرد؟ يعني هو نفس البيشنت بيفور وافتر، يعني في كونكشنز ما بين التو جروبس. في التو سامبل تي تيست كان في تو مينز، يعني في تو جروبس مختلفه، انما في البيرد هنا لازم ان هم يكونوا بيرد، يعني هي وان جروب ولكن تاخد بيفور او افتر. لازم تكون الداتا اندبندنت، مستقلين عن بعضهم مش مرتبطين، يعني البيشنت رقم واحد ملوش علاقة بالبيشنت رقم اتنين. لازم الداتا تكون نورمال، واحنا كنا قلنا في فيديوهات قبل كده ان في حاجة اسمها السنترال ليميت ثيرم، ان هو لو الداتا اكتر من 30 فوي كان اسيوم النورماليتي. لازم الداتا تكون كونتينيوس وتم سحب العينة بشكل عشوائي، كونتينيوس يعني رقمية وتم سحب العينة بشكل عشوائي. طيب احنا بنستخدم برنامج جاموفي، يعني انا مثلا مسحت برنامج جاموفي من عندي على الجهاز، فاقدر اكتب جاموفي ويب واقدر ان انا افتح برنامج جاموفي. يعني لو احنا فتحنا هنا الويب سايت الاساسي هتلاقي في حاجه اسمها جاموفي كلاود وحاجه اسمها جاموفي ديسكتوب، فتقدر انك تنزل البرنامج وتقدر انك تفتح الكلاود ذات نفسه. فادوس ستارت جاموفي، ادوس ستارت من هنا، فزي ما احنا شايفين اقدر ان انا افتح السيشن بتاعتي من على جاموفي على الويب، ودي من ضمن الحاجات اللطيفه جدا. واقدر كمان ان انا اعمل اوبن واختار داتا لايبرري، واختار مثلا لايبرريز مختلفه، يعني مثلا في ار داتا سيت دي كلها لايبرريز مختلفه، فانا ممكن نشوف لايبرري ريليتد بي التي تيست من هنا. ندخل على الداتا لايبرري تلاقي حاجه اسمها ليرنينج ستاتستكس ويز جاموفي، فهتلاقي ان دي يعني لو انت عايز تتعلم الاستاتستكس فهتلاقي ادي تي تيست، ودي كلها داتا مثلا بتكلم عن فيشر اكزاكت تي تيست الكاي سكويرد، فتقدر تشوف الانوفا والانكوفا وكل التفاصيل بتاعتها هنا. فاحنا مهتمين بحاجه متعلقه بالتي تيست، فندخل مثلا على الداتا بتاعه التي تيست دي هتلاقي ان دي مثلا وان سامبل تي تيست، لان احنا شايفين هنا الاي دي وهنا النيوميريكال داتا بتاعتها. فممكن نفتح حاجه تانية نشوف مثلا تشيكو ده، فهتلاقي ان هنا ده الستودنت زي ما احنا شايفين اهو، ودي الجريدز. يعني خلينا نشوف ايه الفاريبل ده اسمه جريد تيست 1 وجريد تيست 2، فهنفترض ان ده البيفور وده الافتر بتاعنا. نقدر ان احنا ندخل على الاناليسز من هنا، بعد كده هنختار تي تيست، هنلاقي فيه اندبندنت اتكلمنا عنها المره فاتت. احنا النهارده بنتكلم عن البيرد تي تيست، هندخل على البيرد تي تيست. تمام، فدي الداتا بتاعتنا، ادي عندك هنا البيرد بتاعتنا فاريبل، تلاقي بيختار هنا مثلا بيفور وافتر. بص كده الاثنين اتحطوا جنب بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده، فهو كده عمل البير تي تيست بتاعتك، وده التيست ستاتستيك. طيب في هنا حاجه اسمها النورماليتي تيست، احنا اتكلمنا عنها بكل التفاصيل اللي هو شابيري ويلك تيست ده، وكل ما البي فاليو تقترب من يعني كل ما الفاليو دي تقترب من الواحد كل ما تكون الداتا دي از نورمال ديستريبيوتد. ولو انت عايز كمان تحسب المين ديفرنس والافكت سايز، ولو انت عايز تحط الديسكريبتيفز والديسكريبتيفز بلوتس، فتقدر تشوف كل يعني هنا مثلا بيقارن ما بين الجروبس، يعني ده الميديان او المربع وده المين بتاعك بالكونفيدنس انترفل. فلو جيت بصيت هنا تلاقي المين ده يختلف عن المين ده، وهنا 57 هنا 58 و4. عايز تشوف المين ديفرنسز الافكت ديفرنسز بتاعتهم وتفر بقى المعطيات اللي هنا، فانت تقدر
يعني مثلا انا مش عارف اترجم يعني حاجة زي كده، انا مش فاهم الحاجات دي كلها. دي طريقة عمل التي تيست ذات نفسه. ولكن تقدر تقول مثلا التشات جي بي تي او حتى جوجل جيميناي او اي برنامج من برامج الاي اي حاليا، تقول له ان انا عندي جروب مثلا اوف ستودنتس، ومثلا النمبر بتاعهم كان هنا في الجروب ده كان 20 تقريبا، 20 ستودنت اي مثلا تيستد اكزام بيفور اند افتر، والتي ستاتستيك بتساوي اللي احنا شايفينها من هنا، التي ستاتستيك بتساوي -6.4 اند البي فاليو، البي فاليو زي ما احنا شايفين من هنا اقل من 5%، فنكتب كده 0.001. فده كده البي فاليو بتاعتي. تقدر تقول له انتربريت ذيس داتا او ترجمني الداتا دي، تمام. تقدر تحط تقول له مثلا المين ريفرنس بتاعي كذا، تقدر تقول له ان الجروب الاولاني كان اسمه التست ايه بيفور وافتر، تقدر تقول له يعني مثلا نورماليتي تيست بتاعتي كانت كذا، شابير ويلك ده الشابير ويلك الفاليو بتاعتها كذا. فتقدر تقول له اي معطيات من المعطيات اللي هنا، وهو يبدا ان هو يحط لك التي ستاتستيك ذيس از فاليو انديكيت الدايركشن بتاعه الموضوع، ودي البي فاليو، وبالتالي ذا انترفنشن اور تايم كذا كذا جيفن تي ستاتستيك يبقى هنا سيجنيفيكانت. هتلاقي ان الترانسليشن بتاع الموضوع ده هنا، وبالتالي اتعلمت ازاي تعمل تيست ذات نفسه، وبرضه اتعلمت ازاي تعمل انتربريتيشن للتيست. التي تيست تيست سامبل جدا وبسيط، حاجه في البدايه تبدا تتعلمها. ان شاء الله هنتكلم عن تيستات ادفانسد زي الانوفا وزي التفاصيل بتاعتها كلها. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، ونشوفكم في فيديو تاني. متنسوش تشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع الناس. سلام عليكم.